بيقول داود النبي في مزمور 34 عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. الحقيقة المخاوف والهموم والمشاغل والمشاكل أول ما تصيب بتصيب الذهن البشري. معروف أن إبليس عدو النفوس بيحمل في قلبه خبث ومكر ودهاء وكراهية تجاه الجنس البشري. عشان كده إبليس بيحاول دايما يولع قلب المؤمن بالهموم والمشاكل. يعمل إيه إبليس؟ دايما بيأتي بالأفكار والهموم والمشاغل ويرمي بهذه السهام إلى ذهن المؤمن. تلاقي المؤمن دايما بيصاب بحالة من الخوف نتيجة الأحداث المحيطة. تلاقي المؤمن أحيانا بيصاب بحالة من الإحباط نتيجة الوضع الراهن. يجي إبليس بيرمي بهذا السهم عشان يشكك المؤمن في وعود الله، في صلاح الله، في أمانة الله، في قدرة الله. ده اللي حصل مع داود النبي. داود النبي مع أنه في يوم من الأيام مسح ليكون ملكا على إسرائيل، داود النبي مع أنه ترنم كثيرا ترنيمات الرب راعية فلا يعوزني شيء، لكن جاء الوقت اللي إبليس استخدم المخاوف ورماها في ذهنه علشان يولع قلبه بالخوف والرعدة في هذه الحياة.